بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في لهبة اللي دازين القواد اللي في الرجمة ضميه شهر يولي تامس، يقول ناصر المبري، عرفتوه ناصر المبري متاع هجرة ومخازن هجرة، فتشنا مخازنه ودرنا ودرنا. يا عمي بلا كذبنا، أول حاجة طبرك اللي عرفتني أني شغلي عقار، عقار في طبرك شغلي، بيع شراء أراضي. يعني انت سهريك مغير كذب وبلطجة. انت وش درت وش سيبت وش يا راجل، حتى تجار بنغازي الناس يتاجروا يتاجروا في بضايع يتاجروا ويديروا محلات مولات كذا، تجوا تمصرفوا فيهم سواء عويل حفتر ولا اظن النظوري، قاعدين عصابة هكية تمت مش دولة اللي نظام تجار تميتوا لهناك، يبي مالين اكثر من الاخر. يا شلت شلتت. بعدين ايش درتوا انتوا؟ اراضي بنغازي كلنا، حديقه ما هلبتوا وبحتوها، مكبلك ناس عشاء المستمعين قضيتوا وبحتوها، ما هناك دعوه ولا بحتوها. صدام انت خط الخروبه، مطار الخروبه قاعد تنزل فيه مثل مدول، خلاص مليارات يا عمي، درت مليارات عد يبلط انت اخوتك وريح روحك. ريح روحك وابلط يا اخي. وفي شارع الزيت يقولوا عليه هذا تقتلوا فيه في الناس، باهي حتى المرتزق اللي يدزوا فيه يقتل هذا، المشكله تقتلوا فيهم يا ريتهم دواعش توا، مغير اللي ما يقبلكمش والله ما يقبلش تصرفاتكم، تدزوا له مرتزق ب 500 جنيه ولا 200 جنيه، باقل حاجه اللي يقتلكم هذا عطوه مبلغ كويس الزاح، لكن قنكم ظلام وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم، والله ما هي دوله دولتكم. وكل مره جاي سهريه، مره يقول لك اخذ كتيبه 20 20 تبي تخرط ناصر المبري، ومره مش عارف كتيبه مان، وين رحتوا خطر؟ ما قلتوا تو نخرطوك، تعالوا نرجع فيكم. يعني المرتزقه اللي قاعدين هم ظنا نظوري ظنا حفتر وحفتر، وعاد بعدين تعالجوا ابوكم هو قاعد ميت، حفتر قاعد يغيب با مره يوعى ومره يرقد، عاد عالجوا ولا ديروا له راي. وبطلب قبل فلوس سرقتهم بالترامادول والعفن والسقاطة، تجار بنغازي يا راجل كسرتهم، كل يوم تطقوا على باب واحد تعال اعطينا مليون 2 مليون، شنو الظلم تاعكم؟ نقنكم الا بشمرقة وشلة سقطين من الاول قيادة لاخرى، شوية مرتزقة موزعين على كل مدينة بالقوة، غير طبرق وحلتوا فيها قبل تعرفها سمعوا كويس. الا كان كيرا درتو لنا دود بنغازي تكلم من طربك في شارع الزيت، يا ريت طربك طربيقه كويسه ب 200 جنيه 300 جنيه. اخص عليكم والله وعلى جيشكم اللي على رجمتكم، مش على جيشكم، على رجمتكم وقيادتكم المعفنه وعون الفرجاني السياسي نتاعكم الخطير هذا يا بشمرقه. تعالوا يا رجل نرجع في الخارطه، والله من امس ندور نقول بكي سهل نخرط وني ما صار شيء، وقاعدين راه عرب البطنين كله بمنيفه بقطعانه بقناشات باي قبيله بشيبات يحبون عبيدات. تعالوا 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 جربوا معنا صحابه البطنين سهله يا خملش. بعدين كل واحد منكم يسهر يقول فلوح فلوح فلوح، ايش يا بشمرقه؟ لا الرجمة ما تعبت إلا من المدينة الطبرق، رجمة ما تعبت سلاح قوتكم اللي تظلموا بيها في الناس توا ما تعبت إلا من المدينة الطبرق. تقول علينا فلوح كل شوي تزرق لي ب 309، والله 309 خسارة فيكم، الله يرحمهم ويسامحهم كلهم رفاقة عوزتونا منهم وخلاص، حسبي الله فيكم والله، ودرتوا الرجال الله يودركم ويفكنا من شركم. يلا يا صدام دز الحيوانات اللي عندك، يلا وين رحت؟ دز وانت جدوق وقاعد تلبس لي في بريهات متاعت الخليج، تسحب روحك شخصية تفشل قدام العسكرية متاعك يا صدام.